لا تزال الجزائر الجديدة تبحث عن معالمها في أم البواقي، مشات تنعدم فيها أبسط ضروريات الحياة من غاز وماء ومرافق للشباب. برقة أول هام عندنا مشكل هذا تاع واد الحمام، راهو هذا المشكل اللي يجي من بلدي تاعي بالكوش، مياه صرف الصحي راهي وصلت لهذه القرية. هذا وقد طلب مواطن المشتى بتدخل والي الولاية لأجل فك لغز الماء الشروب الذي لم يرى النور منذ الاستقلال، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي الحلم الذي طال انتظاره. احنا رانا كنا نتابعوا ونستناو باش ينزلنا في مناطق الظل الغاز الطبيعي. احنا كي تبعنا مع لا مستوى رئيس البلدية ومديرية صنع الغاز، احنا كي تبعنا كجمعية لقينا رانا مشتى منشار مقصيه من مناطق الظل. حنا رانا عانيين معاناه شديده. الاناره العموميه ما عندناش، هزوا من هنا، هزوا من الكونتور تاع البلديه، داروا واحد هنا في الخزنه، وداروا زوز في المدرسه. كي وهضرنا عليها عندها عامين كي هضرنا دمير، وجا دمير هنا بعدنا هنا في القريه. في القرية عندنا منا وهم هنا ولاد عمي ربعة، وها زوز كاينين واحد، وحنا من هي. أنا والسيد هذا بعد قالوا لنا نزيدوا لكم بوطو في نهار كي جاوا مدة عامين، قالوا لنا نزيدوا لكم بوطو، ما زادوا حتى الواحد. صعبة كبيرة باش نتنقلوا نطلعوا العين بوش، خاطر ما النو في الشتاء هذاك ما لقاوش حتى حاجة نطلعوا فيها، ما كان لا ترونسبور لا حتى حاجة. تسمى بزاف علينا نهار طول الصباح نوضع الستة نروحوا ساعة نروحوا على رجلينا، ساعة النقل ما يجيناش، العشية نروحوا على الخمسة، ساعة الستة نوصلوا للدار. يتساءل قاطن مشتة المنشار بدائرة عين ببوش ولاية أم البواقي، هل هم جزائريون أم مجرد لاجئين؟ مشاهدينا الأكارم، كما كنتم تتابعون هذه الكلمات المحزنة والأليمة، نحن الآن متواجدون بمشتة المنشار التي يعاني سكانها كل غياب كلي لضروريات الحياة، غياب كلي للمرافق التنموية والمرافق الرياضية وكذا التسلية، معاناة كبيرة، غياب للتهيئة والتنمية الحضرية.